حضرت هذا الصباح احتفالية بسرطان البروستات تحت شعار أطلق شاربك. هذه الفعالية ينظمها قسم المسالك البولية بالإضافة إلى قسم المختبرات في مستشفى الإعدام في منطقة الأحمدية الصحية. الهدف منها التوجه للشرائح الأكثر اختطاراً من الذكور، نظراً لأن البروستاتا بدأ يكون أحد أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين الرجال. الشرائح هذه اللي هي الرجل فوق 50، الناس اللي عندهم هيستري أو تاريخ مرضي في العائلة لأي نوع من أنواع السرطانات، الناس اللي قد يكون عندهم سمنة من الرجال. هذه الاحتفالية ليست فقط لنشر الوعي، ولكن أيضا لإتاحة فرصة لمن يريد في أنه يأخذ عينة الدم اللي هي البي اس اي، اللي من خلالها ممكن خلال ساعتين أو في نهاية اليوم توصل للنتيجة إن شاء الله كلها تكون سليمة، لكن بحد ذاتها هذا مؤشر إيجابي بالتواصل مع الجمهور الكريم. طبعا هذه تأتي ضمن سلسلة في شهر نوفمبر، لأن أكتوبر شهر النساء أو سرطانات النساء، وأكتوبر نوفمبر نتكلم فيه عن صحة الرجل ونبدأ في هذا الموضوع اللي هو سرطان البروستاتا. سبقه تواجد في الأفنيوز، استفاد منه أعداد كبيرة من الجمهور الكريم. هذا ليس غريبا على خدمات وزارة الصحة ولا مفهوم التوعية والمعافاة وتعزيز الصحة، لأنه أي شيء من أي نوع من أنواع السرطان إذا تم اكتشافه بوقت باكر نسبة الشفاء فيه تتعدى 90%. نشكر اللجنة المنظمة ونشكر حقيقة المشاركين من الجمهور الكريم، ونشكر الطاقم الكريم سواء من المسالك البولية أو المختبرات، وهذه ضمن سلسلة تواصل وتفاعل مع الجمهور لصالح الصحة، لأن الصحة هي عنوان التنمية، وتنمية الأوطان تعتمد على صحة الإنسان. احنا دائما نحرص في هذه النوع من الفعاليات الى التواصل مباشر مع المرضى، واللي هو هدفنا الرئيسي في هذه الحملات وهذه الايام التوعوية، لكي نضع الجمهور على اطلاع باخر المستجدات، ونشجعهم ونخليهم يكونون اكثر حرص على حياتهم الصحية، خصوصا الناس اللي معرضين لهذا النوع من الأمراض. ونحب بهاليوم التوعوي نخليهم بصورة واضحة أن الفحص اللي ممكن عمله لأمراض البروستات هو فحص بسيط، شكة إبرة أصلا ما تحس فيها، وهذه تنقذ أرواح وتنقذ حياة كثير من الناس إذا كان هناك فحص مبكر. الأيام التوعوية اللي نقيمها مع الجمهور علشان الجمهور يكون على وعي كامل واتصال مباشر مع المستشفى ومع الأطباء، وما يكون في حواجز علشان تسهل لهم عملية الكشف مبكر عن الأمراض وعلاجها بشكل صحيح. مثل ما احنا عارفين شهر نوفمبر وهو شهر صحة الرجل، لذلك احنا أقمنا هذا اليوم التوعوي عشان نعرف الرجال متى لازم يفحصون. المهم ان كل الرجال يعرفون ان سرطان البروستاتا في مراحله الأولية احتمال ان لا يكون له اي اعراض مصاحبة، لذلك اي رجل ننصح اي رجل بعد سن 50 سنة، خصوصا اذا كان له تاريخ عائلي في سرطان البروستاتا او سرطان الثدي، أو كان من البشرة الداكنة، أو كان عنده ممارسة حياة غير صحية بالنسبة للبدانة أو للأكل، أنه يقوم بالفحص الدوري لسرطان البروستاتا عن طريق الفحص السريري وفحص الدم اللي هو الـ PSA. الفحوصات هذه راح تورينا إذا المريض عنده أي اشتباه في سرطان البروستاتا، وإذا يحتاج إلى فحوصات أخرى لتأكيد التشخيص.
طبعا من خلال اليوم التوعوي لسرطان البروستاتين نهدف الى تعريف المشاهد بان نسبه كبيره من المرضى اللي يعانون من سرطان البروستاتا لا تظهر عليهم الاعراض، ومن خلال الكشف المبكر نستطيع الوصول الى التشخيص في المراحل الاولى، ودائما علاج المرض في المراحل الاولى يصل الى علاج جذري وتكون نسبه العلاج نسب عاليه جدا ان شاء الله. الرسالة المهمة اللي بنحب نوجهها للمرضى هي ان الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا بيوفر كتير في الوقت والمجهود والتكلفة لعلاج المرض، لذلك احنا بنحب نوجه رسالة لكل المرضى وخاصة فئة معينة، فئة عمرية معينة اللي هم فوق 50 سنة او اللي عندهم تاريخ مرضي في العائلة لأورام البروستاتا، من المفيد جدا ان هم يعملوا التحليل لان ده بيؤدي الى كشف مبكر وعلاج اسرع واضمن للحاله المرضيه ووصول نتائج شفاء، نتائج شفاء عاليه وبدون باقل يعني وضع من المضاعفات بعد العمليه.